السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليميه، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح الجزء الثاني من يونت 5 او من الوحدة الخامسة منهج كونكت بلس كي جي 1. واحنا كنا انهينا المرة اللي فاتت اول جزء في يونت 5، وان شاء الله هنشرح النهاردة الجزء الثاني والاخير، وهنحل كمان مع بعض جزء من الاكتيفيتي بوك او من كتاب الانشطه. ويلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المره اللي فاتت شرح بيج 9 او صفحه 9، والنهارده ان شاء الله هنبدا بيج 10 او صفحه 10، وهي عنوانها learn sounds with Busy Bee. learn يعني يتعلم، sounds الاصوات طبعا، وهنا بنتعلم الفونكس او النطق بتاع الحروف، with Busy Bee طبعا مع صديقتنا النحله بيزيبي. وهنا هنتعلم ازاي ننطق حرف الاي اي وحرف التي تي. فهنا طبعا حرف الاي بيبقى ده شكله الكابيتال اي كابيتال، وهنا اي سمول. طبعا الاي هي زي الكسرة في اللغة العربية، بتبقى بتنطق اي اي زي كلمة ان ان، وزي كلمة pen pen، وزي كلمة ben ben، وزي كلمة انك انك. فهنا حرف الاي بيكون زي الكسرة في اللغة العربية اي، وطبعا حرف التي اللي هو تي تي تي. فياريت تقولوا ورايا يا اصحابي، اي 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 ان 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 يعني في طبعا، ان بن 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 طبعا يعني دبوس ورق، دبوس الورق، بن 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 اللي هي طبعا الباسكت او سلة المهملات، انك 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 اللي هو الحبر اللي احنا بنكتب بيه. طب حرف التي زي ما قلنا، حرف التي بنقول تي 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 زي تيدي بير تيدي بير تيدي بير، وزي روبوت 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 روبوت، وزي تن 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 تن. وبكده نكون عرفنا ازاي بننطق حرف الاي وحرف التي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكوا معايا ونوصل لبيج 11 او صفحة 11، وهنا بنتعلم ازاي الهاند رايتنج او الكتابة الخاصة بحرف الاي وحرف التي. واول حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحاب الفيديو الصغير ده، حرف الاي بيتكتب بالشكل ده، اي كابيتال واي سمول طبعا زي ما احنا شايفين هي بتتكتب بالشكل ده. وهنا بيدينا براكتس او تدريبات ان احنا نتدرب ازاي نكتب حرف الاي. فهنا بيزيبي بتقول لنا تريس، تريس يعني تتبع، اند كوبي، اند كوبي واعد كتابة او انسخ. فهنا هنتتبع طبعا كتابة حرف الاي بالشكل ده، وبعدين هنعمل كوبي او هننسخها مرة تانية من غير الدوتس دي او من غير النقط دي هنا في السطرين دول. وبعد كده هنوصل لكتابة حرف التي، تي اللي هو هنا في كلمة 10 10 او 10، وزي ما احنا شايفين في الفيديو الصغير ده ازاي بنكتب حرف التي الكابيتال والتي سمول. وطبعا ده بيوضح لنا ازاي نكتبها بشكل سليم. فهنكتب هنا التي سمول في ال10، وهنتتبع الدوتس دي او النقط دي، وبعد كده هنعمل كوبي من غير دوتس هنا للتي سمول، وفي اخر سطر هنكتب التي كابيتال زي ما هو موضح لنا. هنعمل تريس هنا على الدوتس دي علشان نكتب التي كابيتال، وبعدين هنعمل لها كوبي من غير دوتس ونكتب برضو تي كابيتال في التن هنا، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 12 او صفحة 12، وهنا بيقول لنا learn numbers تعلم الارقام with بيزيبي مع النحلة بيزيبي. وطبعا هنا ده الجزء بتاع الماس في الكونكت بلس، وطبعا هنا احنا كنا عارفين في الترم اللي فات الارقام او النمبرز from 1 to 10 او من 1 ل 10، فهنا عامل لك ريفيجن سريعة وبيقول لك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا بيعلمك الارقام اللي بعد 10 حتى رقم 20 او حتى رقم 20، فهنا بيعرفك ازاي تكتب رقم 11 النمبرز او بالارقام وبالحروف كمان with letters 11 12 او 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20. وساعات بتتنطق 20 برضو يا اصحابي، والنطقين صح ما فيهمش مشكله، بس انا قلت اقول لكم النطق اللي بيساعدكم ان انتوا تكتبوها بشكل سليم، فهي بتنطق 20 بالنسبه لكم علشان تقدروا تكتبوها بشكل سليم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا وانا لسه بنكمل الجزء بتاع الماس في كونكت بلس، ودي طبعا بيج نمبر 13 او صفحه 13. وهنا جايب لنا مجموعة صور للكارز دي زي ما احنا شايفين، في مجموعة كارز او مجموعة عربيات. احنا المفروض هنعرف نعد من 1 لحد 20 او من 1 لحد 20، فهو بيقول لنا هنا نعد كل لون من الوان العربيات اللي موجودة اسفل الصورة، الريد او الاحمر والبلو او الازرق والجرين او الاخضر واليلو، اليلو اللي هو الاصفر. فطبعا هنعد اول حاجة الكارز اللي لونها احمر، فخلينا نشوف كده هل هنا في كارز لونها احمر يا اصحابي؟ مفيش هنا ولا واحدة لونها احمر. طب في الصف التاني ده في اي كارز لونها احمر يا اصحابي؟ شاطرين، مفيش لسه اي حاجة. بس الصف التالت ده في كارز لونها احمر كتير اهي، تعالوا نعدهم مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 and 8، ودي اخر واحدة في الصف في الاخر، دي نمبر 8 او رقم 8. يبقى هنكتب هنا جنب الكارز اللي لونها ريد نمبر 8، هنكتب هنا 8. شاطرين. طب تعالوا نشوف البلو او الازرق، البلو كارز او السيارات الزرقاء. تعالوا نشوف الصفوف اللي موجودة فوق، مفيش ولا واحدة لونها ازرق. في واحدة لونها ازرق اهي، 1. شاطرين. وفي هنا كمان واحدة لونها ازرق اهي، 2. شاطرين. وفي في الصف تاني حاجة لونها ازرق، لا. وفي هنا واحدة لونها ازرق اهي، 3. وفي واحدة لونها ازرق اهي، 4 4. وادي 5 وادي 6 وادي 7 وادي 8 وادي 9 وفين تاني فين تاني فين تاني فين تاني، وادي 10 وادي 11 12 13 14. عندنا 14 سيارة أو 14 cars لونهم بلو أو أزرق، فهنكتب هنا 14 1 و 4 14 أو 14 سيارة أو 14 cars. طب في الجرين، في جرين cars قد إيه يا أصحابي؟ تعالوا نطلع تاني. أول واحدة لونها جرين، شاطرين، أدي 1. في تاني جرين 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 جرين، وادي 2، شاطرين، وادي 3 وادي 4 5. ده في 5 بس، في 5 بس يا مستر، يبقى في 5 cars لونهم جرين، بقى نكتب هنا 5. طب واليلو cars او العربيات اللي لونها اصفر، تعالوا نشوف كده يا اصحابي. ادي 1 2 3 4 5 6 7. ده في 7 cars بس لونهم يلو او اصفر، يبقى هنكتب هنا number 7 او رقم 7. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج number 14 او صفحة رقم 14، وعنوانها a guessing game. guessing يعني تخمين، ان انا اقولك حاجة او فزورة مثلا او سؤال كده اخليك تفكر فيه، ده اسمه guessing. ان انت لما تعمل تفكر وتقعد تخمن كده، تقول مجموعة اجابات في دماغك مختلفة علشان توصل للاجابة الصحيحة، ده اسمه guessing. ان انت بتخمن حاجة، ان انت بتفكر في حاجة وتقول يا ترى هي كده ولا كده، ده اسمه ايه؟ guessing او تخمين. وجيم طبعا جيم يعني لعبة، وده الجزء بتاع الستوري او القصة اللي موجودة في يونت 5 او في الوحدة ال5 كونكت بلس. فهنا listen read and point. listen يعني استمع، read يعني اقرأ، and point وأشر. طبعا الستوري الجميلة بتاعتنا هنا بيحكيها أصحابنا دينا وآدم. عندنا دينا قاعدة بتكلم آدم وهما قاعدين بيلعبوا مع بعض، فهنا دينا بتقوله Let's play a game آدم، خلينا نلعب جيم يا آدم. Let's يعني دعنا، play يعني نلعب، a game جيم أو لعبة، يا آدم آدم. طب آدم قال لها إيه؟ قال لها أوكي، أوكي يعني ماشي، تعالي نلعب لعبة. فقالت له I will think، أنا هفكر، I will think أنا سوف، think أفكر، of a toy في لعبة، toy يعني لعبة، وهنا معمول عليها علامة باللون الأصفر يعني لازم نحفظها، يبقى نحفظ كلمة toy. toy يعني لعبة. ask يعني اسأل، me اسألني، questions أسئلة. أنت لازم عشان تعرف اللعبة اللي أنا بفكر فيها دي يا آدم لازم تسألني شوية أسئلة. زي فاكرين لو أنتوا تعرفوا لعبة عروستي بتاعت زمان، أنا أقولك حاجة وأنت تقولي عروستي، أو على كأنك بتسألني سؤال هي إيه، فأنا أقولك صفة تانية من صفات الحاجة اللي أنا بفكر فيها. هي بتفكر في لعبة معينة في دماغها، وهو بيسألها أسئلة علشان يعرف اللعبة دي هي إيه. فآدم قال لها أوكي ماشي. ففي الصورة التانية هنا بيقول لها آدم Is it made؟ made يعني مصنوعة، made of يعني مصنوعة من. واحنا عملنا درس جميل بيشرح الفرق بين made of و made from، موجود في الدروس وفي الشرح بتاع القناة، لو حابين ترجعوا له تقدروا تتفرجوا عليه وترجعوا له، هتلاقوه موجود عندكم. فهو بيقول لها Is it made of metal؟ metal هنا بمعنى كلمة معدن طبعا زي ما احنا عارفين، ومعمول عليها علامة باللون الأصفر يعني لازم نحفظها، قراءة وكتابة. metal يعني معدن. فهو بيقول لها Is it made of metal؟ هي مصنوعة من المعدن يا دينا؟ فبتقول له no، لأ، it isn't إنها ليست مصنوعة من المعدن. فتعالوا نشوف الصفحة اللي بعد كده هو هيقول لها ايه. طبعا دي بيج 15. فالصورة الثالثة بيقول لها Is it made of fabric؟ لو هي مصنوعة من الفابريك، فابريك يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين كلكم. فابريك يعني قماش، فهي مصنوعة من القماش يا دينا، وفابريك هنا لازم تحفظ قراءة وكتابة. فهي راحت دينا قالت له no، لأ، it isn't يعني إنها ليست مصنوعة من القماش. طب في الصورة الرابعة بيقول لها آدم it is made of plastic، هي مصنوعة من البلاستيك يا دينا، يعني هي مصنوعة من البلاستيك. فقالت له yes it is يعني نعم إنها كذلك، إنها مصنوعة من البلاستيك يا آدم. طب تعالوا نشوف في البيج اللي بعد كده آدم هيقول لها إيه. وفي بيج 16 أو صفحة 16 صورة رقم 5 أو 5 آدم بيقول لها does it have arms and legs. does it have يعني هل هي تملك، have يعني يملك، arms يعني أذرع يعني دراعات، وطبعا دي لازم تحفظ برضو يا أصحابي، أذرع يعني arms، والمفرد بتاعها arm من غير الاس دي يعني ذراع، and و legs يعني أرجل، الرجل بتاعتنا يا أصحابي اسمها leg، والمجموع بتاعها وإن هي أكتر من واحدة بنقول عليها legs يعني أرجل. فهو بيقولها هنا هي عندها دراعات ورجلين يا دينا. does it have arms and legs؟ فدينا قالت له no it doesn't، لا هي ما عندهاش دراعات ولا رجلين. فهنا حتى بيزيبي بتقولك which toy is it، أي لعبة دي، هي إيه اللعبة اللي هي بتفكر فيها دينا دي، which يعني أي، toy is it أي لعبة، اللعبة دي. طبعا هنا وبيعلمك ازاي تعمل حاجة اسمها problem solving أو حل المشكلة، وده حاجة جميلة بيخليك تفكر وتستخدم تفكيرك وخيالك إن أنت تحل الأسئلة اللي ممكن تكون بتدور حواليك في الدنيا. فتعالوا نشوف البيج اللي بعد كده حصل إيه، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 17 أو صفحة رقم 17 و picture number 6 أو صفحة أو الصورة رقم 6. وهنا آدم بيقول لها I know يعني أنا أعرف، it's the car يعني إنها السيارة، إنها العربية اللعبة الجميلة دي. car هنا لازم تحفظ قراءة وكتابة. دينا قالت له well done، حسنا، well done يعني حسنا، لما حد بيعمل حاجة كويسة بنقول له well done يعني أحسنت، أحسنت، well done آدم، أحسنت يا آدم، شاطر يا آدم. وهنا مكتوب في الصورة اللي في الجنب هنا بيقول لنا we يعني نحن، we can يعني نحن نستطيع، play أن نلعب، together مع بعض. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 18 أو صفحة 18 وعنوانها تيدي بير. وقبل ما اشرح الجزء ده احب افكرك واقولك انك تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض اول باول. وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، والخصم ده بيوصل حتى 50%. لازم تدخلوا على الموقع من اللينكات الخاصة بالقناة، وانا اسيبها لكم في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. ونوصل لبيج نمبر 18 او صفحة 18 وعنوانها التيدي بير. تيدي بير اللي هو دبدوب اللعبة، العروسة اللعبة اللي على شكل دبدوب عندنا اسمها تيدي بير. طب هنا بيزيبي بتقول لنا make a teddy bear، اصنع تيدي بير، اعمل تيدي بير، ومديك الادوات هنا بالونات والوان وقوالب هنا ممكن تعمل فيها حاجات معينة، فانت تقدر تستخدم الحاجات دي وتعمل تيدي بير زي ما انت تقدر تتخيله بالشكل اللي انت شايفه بيه. فهنا مثلا اصدقائنا بيحطوا الالوان علشان خاطر يعملوا الوان معينة يشكلوا بيها التيدي بير. هنا هما بينفخوا البلالين وبيخلوها بشكل معين، كأنها مثلا هيبتدوا يستخدموا البلالين دي في ان هما ينقلوا الالوان من اللوح البيضة دي على ورقة مثلا يرسموا بيها تيدي بير، كأن البالونة دي فرشة ممكن يرسموا بيها علشان خاطر تبقى عاملة زي الدايرة اللي على شكل البطن بتاع التيدي بير أو على شكل الوش بتاعه. طب في الصورة التالتة دي فعلا هم عملوا كده، هم حطوا البلالين في الألوان اهو، بدأوا يحطوها في الألوان علشان ينقلوا بيها الألوان دي للوحة اللي هم يرسموها. طب وفي الصورة الرابعة عملوا ايه؟ ده فعلا حطوا الألوان اللي على البالونة على الورقة علشان يشكلوا بيها تيدي بير اللي هم بيرسموه. ده شاطرين هم، عملوا فعلا خطوات صح. وفي الاخر هنا صديقتنا بتقول this is teddy, he is a teddy bear. this is teddy ده التيدي اللعبة بتاعي، وهو دبدوب لعبة، وهي ماسكة الصورة اللي فيها التيدي بير اللي هي رسمته. نقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لآخر بيج في يونت 5 أو في الوحدة الخامسة، وهي بيج 19 أو صفحة 19، وعنوانها show and tell. show and tell يعني اعرض واخبر، tell يعني تقول لحد حاجة معينة، فتل يعني اخبر. show and tell اعرض واخبر. فهنا طبعا كل واحد من اصدقائنا معاه توي من التويز بتاعته، او عروسة او لعبة من اللعب بتاعته، فهو بيعرضها عليهم. لو في الكلاس روم مثلا في حجرة الفصل، هيعرض اللعبة دي على اصحابه، يقول لهم هو بيلعب بيها ازاي، وهو وهي اسمها ايه، وممكن يشاركها معاهم كمان لو هم حابين. فهنا show and tell يعني اعرض واخبر، وكل واحد من اصحابنا جايب لعبة معينة بيعرض ازاي ان هو بيلعب بيها واسمها ايه، وهي مصنوعة كمان من ايه، دي اهم حاجة، مصنوعة من البلاستيك ولا من الميتال ولا من الفابريك، مصنوعة من القماش ولا من المعدن ولا من البلاستيك، وطبعا هو بيلعب بيها ازاي، وكل المعلومات الخاصة بيها. وبكده نكون شرحنا اخر بيج في يونت 5 او في الوحدة الخامسة. وطبعا كلمات الوحدة دي احنا حفظناها سوا في الدرس اللي فات، اتمنى ان انتوا تكونوا حفظتوا الكلمات كويس، وحليتوا كمان الجزء ده في الكتاب. وان شاء الله علشان ما طولش عليكم هنشرح المرة الجاية حل الاكتيفيتي بوك او الكتاب الانشطة، الجزء بتاع يونت 5 كله هنحله مع بعض، او على الاقل جزء كبير منه. فأتمنى ان انتوا تذاكروا الدرس ده على طول. وفي الختام لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.